في الجهة الشمالية من محافظة أبين تقع قرية ساكن وعيس التابعة إدارياً لمديرية خنفر، كانت حتى خمسينيات القرن الماضي واحدة من المناطق الزراعية المزدهرة قبل أن يلتهمها التوسع العمراني. سكان هذه القرية البالغ عددهم حوالي 5000 نسمة تقريباً يعانون من نقص كبير في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، والنقص الحاد في مياه الشرب، وهي من أعقد المشاكل بسبب تلوثها وما قد تسببه من أمراض، فيما تغيب السلطة المحلية عن تفعيل دورها في توفير احتياجات المواطنين. القطاع الصحي هو الآخر يشهد تدهوراً واضحاً، ففي هذه الوحدة الصحية يوجد العديد من الممرضين فيما لا تتوفر حتى الأدوية الضرورية. الوحدة الصحية لم تتوفر فيها كافة الأجهزة، لا ممرضين من قبل الصحة، لا دكتور في الوحدة الصحية، لا غرفة استقبال، لا جهاز فحص الملاريا، لا أي حاجة متوفرة، لا أدوية متوفرة، يعني وحدة صحية بدون فيها أي شيء. وجودنا هنا جاء متزامنا مع وجود العيادة الصحية المتنقلة الخاصة بالمناطق الريفية والتي تتواجد يوما واحدا في الأسبوع، تعمل على تقديم الأدوية المجانية للمرضى في الريف، ما يساهم بشكل بسيط في تخفيف أعباء البسطاء ممن لا يستطيعون دفع ثمن الأدوية. العيادة المتنقلة تتكون من اللي هي المعاينة والصيدلاني، وتتكون من رعاية حوامل وتغذية الأطفال بنوعها السام والمام وتطعيمات الأطفال. هذه القرية ما زالت تفتقر إلى الكثير من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم الذي إن توفر بمعاييره الجيدة سيسهم في انتزاع ولو بعض من أوجاع هذه القرية المنسية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.